بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أبنائي الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم المرحلة الثانوية، المقرر المشترك 3. اليوم إن شاء الله نقوم بمراجعة علوم القرآن المقرر الأول، وسنقوم إن شاء الله بمراجعة الدروس التالية: جمع القرآن وكتابته، الجمع الصوتي، أيضا سنقوم بمراجعة بلاغة القرآن الكريم، وأيضا سنقوم بمراجعة الجدل والحوار في القرآن، أيضا ترجمة معاني القرآن الكريم. نبدأ على بركة الله. الأهداف التعليمية ومخرجات التعلم. من الأهداف التعليمية التي سأخرج بها إن شاء الله تعالى خلال هذه المراجعة أن تتعلم ابن الطالب بلاغة القرآن الكريم، أن تطبق آداب الحوار كما جاءت في الكتاب العزيز، أيضا أن تبين أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم. الدرس 12: جمع القرآن وكتابته، الجمع الصوتي. مر معنا في الدروس الماضية أنواع من جمع القرآن الكريم وكتابته، تحدثنا عن الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، واليوم إن شاء الله تعالى النوع الثالث من جمع القرآن وكتابته، الجمع الصوتي للقرآن الكريم. ماذا سنتعلم؟ الجمع الصوتي للقرآن الكريم، أنواع للجمع المسجل مثلا، سبب الجمع، قصة الجمع، البث، الفضائي. أمامك ابن الطالب مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ماذا تلاحظ في أنواع هذه الإصدارات؟ الأدوات الحديثة التي جمعت القرآن الكريم: أولا التسجيل، ويمكن تلخيص أسباب هذا الجمع الصوتي للقرآن الكريم إلى ما يأتي. أولا، جمع التراث الصوتي للقراء الحاذقين وما أبقوه من النتاج العلمي، أيضا المحافظة على دوام سماع القراءات القرآنية المتواترة ومنع ما سواها من القراءات الشاذة، أيضا تيسير حفظ القرآن الكريم وتعليمه ولا سيما في البلدان التي تفتقد المعلمين الضابطين. أيضا من أسباب الجمع الإسهام في نشر لغة القرآن الكريم وبيان إعجازها وجمالياتها. أما قصة الجمع للتسجيل، فبدأ التسجيل الصوتي للقرآن الكريم في مصر عام 1379 هجري بكل رواياته المتواترة، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى الابتداء بالتسجيل لرواية حفص عن عاصم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التسجيل للروايات المتواترة الأخرى، وانتهت النسخة الأولى من التسجيل في محرم عام 1381، وذلك بتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم، وسمي هذا التسجيل بالمصحف المرتل. ثم بدأت فكرة المشروع تنتشر في أصقاع العالم الإسلامي، وسجلت مصاحف متنوعة لعدد من القراء المتقنين من جمهورية مصر العربية، منهم الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم، أيضا الشيخ مصطفى الملواني برواية خلف عن حمزة، أيضا الشيخ عبد الفتاح القاضي برواية بن وردان عن أبي جعفر، أيضا رواية الدوري عن أبي عمرو بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، أيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بعد ذلك يعني تم تسجيل مصاحف مرتلة للمشايخ القراء في المملكة العربية السعودية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، ومن هؤلاء المشايخ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي برواية حفص عن عاصم، الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم برواية حفص عن عاصم، أيضا الشيخ محمد أيوب محمد يوسف برواية حفص عن عاصم، الشيخ عبد الله بن علي بصفر أيضا برواية حفص عن عاصم، والشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري برواية ورش عن نافع، أيضا الشيخ عماد زهير حافظ برواية حفص عن عاصم، الشيخ خالد بن سليمان المهنا برواية حفص عن عاصم، وكل هذه الإصدارات موجودة ولله الحمد. أيضا يعني من الأدوات الحديثة
البث الإذاعي. البث الإذاعي، البث الإذاعي بدأ البث الإذاعي وخصصت إذاعات لبث القرآن الكريم يعني بتلاوات متنوعة لقراء متقنين، مما كان لها يعني الأثر في نشر القرآن. ومن أبرز هذه الإذاعات إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، والحمد لله لها صدى عالي جدا هذه الإذاعة، وما زال كل الناس يتابعونها في البيوت وفي السيارات وفي يعني كثير من البلدان، ولله الحمد فلها الأثر العكسي على البيوت. أيضا البث الفضائي، وتلاحظ أمامك الصورة، فخصصت قنوات فضائية أيضا على يعني تقنية الـ HD لبث القرآن الكريم على مدار الساعة، ولله الحمد حتى قنوات أخرى خصصت لبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له الأثر القوي في نشر القرآن والسنة. واستماع أيضا من هذه القنوات والفضائيات قناة القرآن التابعة لوزارة الثقافة والإعلام وغيرها، حيث يعني يبث القرآن على مدار الساعة مع نقل مباشر لصورة الحرم المكي الشريف. أيضا الجمع الرقمي، وقد تم تحويل المصحف إلى صيغة رقمية من خلال العديد من الجهات، ومنها يعني مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث يمكنك من استعراض المصحف الشريف من خلال موقعهم على الشبكة العنكبوتية، بل حتى الإتاحة أنك تقوم بتحميل المصاحف بعدة روايات وهو موجود ولله الحمد، أو من خلال برامج مصاحف أو مصحف المدينة النبوية، ومنها مصحف آيات التابع لجامعة الملك سعود رحمه الله. تدريب، اشتهرت ابن الطالب المملكة العربية السعودية بإذاعة صوتية خاصة بالقرآن الكريم، فما اسمها وما أبرز البرامج الخاصة بالقرآن فيها؟ قد ذكرناها، ولكن نريد منك أن تقوم بعمل إحصائية لها تستفيد منها ابن الطالب. ما هي الفائدة أو المهارة الحياتية التي استفدناها من خلال مراجعة درس اليوم؟ لا شك أن استخدام التقنية والقدرة على توظيفها في مواقف وسياقات جديدة إيجابية ونافعة، هذا يعد من متطلبات الكفاءة العصرية للشخصية الناجحة. مراجعة الدرس 13، بلاغة القرآن الكريم، ماذا سنتعلم؟ مكانة الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وقفة بلاغية مع آيات قرآنية. تمهيد، تأمل الآيات الكريمات، تأمل قول الله عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أيضا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتأمل أيضا ابن الطالب قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تأمل ابن الطالب ماذا ستلاحظ؟ بلاغة القرآن الكريم، يعني نتناول بإذن الله ثلاث محاور: المحور الأول مكانة الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، المحور الثاني أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، المحور الثالث وقفة بلاغية مع آيات قرآنية، وسنقف إن شاء الله مع أربع وقفات. العنوان الأول مكانة الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. كل نبي ورسول قد أوتي من الكرامات ومن المعجزات يعني ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة، وكانت تلك المعجزات مما يعني يتميز أو تميز فيه أهل عصره. فنبينا موسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر يعني قد بلغ فيه شأنا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. أيضا نبينا عيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على أطباء عصره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في زمن كانت الميزة الرئيسة لأهل الجزيرة العربية فيه ما هي؟ لا شك أنها الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، بل تحداهم بأن يأتوا بسورة، بل تحداهم أن يأتوا بآية.
ما هي أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم؟ أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يعني عدة صور، عدة صور، هذه أربع صور منها. الصورة الأولى إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، يعني مثال على ذلك القصة في القرآن، حيث تجد في كل موطن من العبر واللطائف والإشارات ما لا تجد ما يعني ما لا تجده في نفس القصة في موطن آخر، يعني وهذا فعلا يعني يعجز يعني الإنسان مهما أوتي من البيان عن التنوع في قصة واحدة بأنواع من الفصاحة، وكأنك تسمعها في موضع آخر وفي سورة أخرى كأنك لم تسمعها إلا للمرة الأولى، بل الإعجاز أنك تسمعها مرة أخرى وكأنك لم تسمعها إلا هذه المرة. تأمل قصة يوسف عليه السلام، عندما تستمع إليها في كل مرة تقرأ القرآن تستمع أو تقرأ هذه القصة تجد معاني جديدة وشوق جديد لهذه القراءة، وهذا لا يكون إلا في القرآن الكريم كيف وهو كلام الله عز وجل. أيضا من هذه الصور القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى، وآيات بديعة جمعت يعني بين الإيجاز والإطناب في أسلوب رفيع من النظم البديع، مثل قول الله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني قد جمعت هذه النملة في قولها من أجناس الكلام، ما هي أجناس الكلام التي جمعتها؟ النداء والكناية والتنبيه والتسمية والأمر والتحذير والتخصيص والتعميم والإشارة والعذر في آية واحدة اجتمعت. فالنداء يا، والكناية أي، يا أيها، التنبيه ها، والتسمية النمل، والأمر ادخلوا، والقصص يعني مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم، والتخصيص سليمان، والتعميم جنوده، والإشارة وهم، والعذر لا يشعرون. انظر كيف القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. أيضا من أوجه الإعجاز البلاغي ومن صوره خطابه للعقل والعاطفة، فمن وجوه الإعجاز البلاغي القرآن أنه يخاطب العقل والقلب في آن واحد، فلا يطغى أحدهما على الآخر. أيضا التشبه أو التشبيه في القرآن الكريم، والتشبيه يعني من وجوه الإعجاز تشبيه الكافر والمشرك والضال في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني هذا التشبيه لحال المشرك فهو ساقط عند الله منتكس بضلالته، لا شأن له، يشبه من خر من السماء، لا شيء يحميه أو ينقذه من الخطر الذي يحيط به، هاو إلى التهلكة، ستخطفه الطير فتقطعه بمخالبها وتمزقه إرما إربا، أو ستهوي أيضا به الريح في مكان سحيق. يعني إنها صورة التمزق والضياع التي يعيشها المشرك بالله والكافر بنعمه، يعني هذه صورة مرعبة مخيفة تمثل سوء العاقبة. فهذا يعني مثال على التشبيه في القرآن الكريم. نقف وقفات بلاغية مع آيات قرآنية. الوقفة الأولى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لاحظ ابن الطالب: ففي هاتين الآيتين أوصى الله بالوالدين معا، ثم ذكر ما تقوم به الأم من حمل ورضاعة وما تعانيه أيضا من مشقة في سبيل ذلك، ولم يتعرض لدور الأب وما يقوم به من تربية ورعاية وإنفاق وتكاليف. فما السر في ذكر الأم وفضائلها والسكوت عن الأب وفضائله؟ يعني الله سبحانه وتعالى إنما ذكر فضائل الأم وأتعابها لأنها تقوم بالجزء غير المنظور في حياة الإبن، حيث أن الأم تقدم للطفل كل شيء في مرحلة الحمل والولادة والرضاع، وتسهر لراحته في فترة لا يعقل منها الطفل شيئا. فإذا كبر الطفل وجد أمامه أباه يشتري له ما يحتاج من الملابس والألعاب ويمده بالمال، كل هذا يقوم به، فإذا
الأب يعني في مرحلة الطفل يكون يعقل فيها ويحس بفضل أبيه عليه، ومن ثم فإنه سيقدر ذلك الفضل عليه. فذكر الله تعالى الابن بفضل أمه عليه وما تعاني من تعب وسهر وتحمل للمشاق في مرحلة في يعني في مرحلة أو مرحلة إدراكه وقبلها، ليرى كيف تعب أو تتعب الأمهات ويعانين. هذه وقفة. الوقفة الثانية قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلاحظ هنا قدم الله ضمير الآباء على ضمير الأولاد في الآية الأولى، وقدم ضمير الأولاد على ضمير الآباء في الآية الثانية. فما السر؟ لا شك يعني أنه يعني الآية الأولى تنهى عن قتل الأولاد في حال الفقر خوفا أن يضيفوا إلى آبائهم فقرا على فقرهم فقرا جديدا. لماذا؟ لأن هم الفقر في حال فقره وتوفير الطعام له ولزوجته، فإذا أضيف إليه هم إطعام أو الأولاد فإن ذلك سيكون عليه عبثا ثقيلا لا يطيقه. ولذلك قال الله: نحن نرزقكم وإياهم. فقدم الله رزق الآباء على الأولاد ليطمئنوا على رزقهم وعلى رزق أولادهم. أما الآية الثانية: نحن نرزقهم وإياكم، فهي تخاطب الآباء الميسورين الذين لا يخشون الفقر ما داموا بغير أولاد، ولكنهم يخافون إن رزقوا بأولاد أن يفتقروا بسببهم فيأخذوا جزاء من رزقهم أو جزءا من رزقهم. فجاءت الآية تبين لهم أن رزقهم مكفول، فرزقهم مكفول ومحفوظ. الوقفة الثالثة قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ذكر الله عز وجل في الآية الأولى البلد منكرة بلدا، وفي الثانية معرفة البلد. فما يعني السر في هذا؟ الآية الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الوادي بلدا آمنا. والدعوة الثانية وقعت وقد جعلت بلدا، فكأنه قال اجعل هذا المكان الذي أصبح بلدا آمنا على من أوت على من آوى إليه أو آوى إليه، فجاءت يعني معرفة. الوقفة الرابعة مع قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني لاحظ تكرر الله عز وجل لفظ العسر ويسر مرتين. فما السر في ذلك؟ النكرة إذا تكررت دلت على التعدد بخلاف المعرفة، فالعسر الثاني هو الأول واليسر الثاني غير الأول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، أخرجه البخاري في صحيحه. مهارة حياتية تعلمناها من درس اليوم أبناء الطلاب، حتى يصبح حديثك وإلقاؤك مؤثرا ينبغي أن تسعى لامتلاك مخزون كبير من الكلمات المتنوعة، وأن تتدرب على التعبير بوضوح عن أفكارك، وتختار الجمل والمفردات الدقيقة المناسبة لكل موقف، وإدانة التأمل والنظر في بلاغة وفي بلاغة وبلاغة آيات القرآن. هذا ماذا يكسبك؟ يكسبك هذه المهارة وينميها. ننتقل أبنائي الطلاب إلى مراجعة الدرس 14 الجدل والحوار في القرآن الكريم. ماذا سنتعلم؟ أمامك هذه المعلومات التي سنتعلمها بإذن الله تعالى. تمهيد: ماذا يسمى ما يدور بين الناس من أحاديث وتبادل وجهات النظر؟ ماذا يسمى ما يدور بين الناس من مقابلة الحجة بالحجة؟ ما الفرق بين الجدل والحوار أو الجدل والحوار؟ هل الجدل والحوار صور في القرآن؟ وهذا يدفعنا للتعرف على مباحث مهمة في هذا الموضوع. الجدل والحوار في القرآن الكريم، ما المراد؟ اعتدنا أن نأخذ المراد بكل عنوان نأخذه، ما المراد بالجدل والحوار؟ لا شك أن المراد بالجدل والحوار أو الجدل في القرآن الكريم أساليب المناظرة التي جاء بها القرآن لإظهار الحق وإقامة الحجة على المخالفين. هذا هو المراد بالجدل. طيب ما المراد بالحوار؟ حديث بين طرفين أو أطراف عدة لعرض وجهات النظر بينهم حول مسألة محددة
بقصد التوصل إلى حل مناسب أو نتيجة مناسبة. ما الفرق؟ هذا يدعونا إلى الفرق بين الجدل والحوار، ما الفرق بينهما؟ لا شك أن هذا الفرق، الجدل مقابلة الحجة بالحجة، أما الحوار حديث وكلام بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة. أيضا الجدل يأخذ طابع القوة والغلبة والخصومة، أما الحوار فيأخذ طابع الهدوء بعيدا عن الخصومة والتعصب. أيضا الجدل يعني يراد في نتيجة ما الذي يراد؟ إلزام الخصم بالحجة، أما هذا نتيجته يهدف للوصول للحقيقة على لسان أي الطرفين. أنواع الجدل، الجدل نوعين، الجدل ممدوح وجدل مذموم. وهو يعني الجدل الممدوح هو كل جدال أيد الحق أو أفضى إليه بنية خالصة وطريق صحيح. أما المذموم هو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إلى الباطل. ومثال على النوع الأول، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما مثال على المذموم قوله تعالى، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذن هذا جدل مذموم. صور الجدل والحوار في القرآن الكريم، من صوره إلزام المخاطب بطريق الاستفهام عما هو مسلم عنده. أيضا في صورة أخرى إلزام المخاطب بما تقتضيه العقول، أيضا من صوره الاستدلال بالمبدأ على المعاد، مثل قوله تعالى، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فهذا المراد به الاستدلال بالمبدأ على المعاد. أيضا من صوره الاستدلال بقياس الأولى، كقياس إحياء الموتى على خلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. أيضا من صوره المطالبة بالبراهين على صحة الدعوة. أيضا من صوره التحدي، وهذا كقوله تعالى في إثبات التوحيد، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى أيضا في إثبات عجز الكفار عن الإتيان بصورة مثل هذا القرآن، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ننتقل الطلاب إلى هذا إثراء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وأهم جهود هذا الحوار إقامة البرنامج التدريبي للحوار الأسري، إقامة ملتقى المدربين المعتمدين، إقامة لقاء الحوار الأسري وغيره من المناشط. ما هي المهارة الحياتية التي تعلمناها؟ لا شك أن الحوار الهادي مهارة راقية وسامية، ومن أعظم ما ينميها أن يقصد في كلا المتحاورين الوصول للصواب وللحق، وليس الوصول لماذا؟ لإفحام الطرف الآخر، فنجتنب هذا أثناء محاوراتنا بين بعضنا البعض. مراجعة الدرس الأخير خلال هذا اليوم، معاني القرآن الكريم أو ترجمة معاني القرآن الكريم، ماذا سنتعلم؟ ما المراد بالترجمة؟ ما هي أقسامها؟ ما حكم الترجمة؟ أمامك ابن الطالب إصدارات، يعني أمام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية في ترجمة معاني القرآن الكريم، وهي بعدة لغات وموجودة أيضا على الموقع كما ذكرنا ومر معنا في الدروس الماضية. كيف نوصل القرآن الكريم لغير العرب؟ هل يمكن أن نقرأ القرآن الكريم بلغة أخرى غير العربية؟ هذا السؤال يرد ابن الطالب. هل يمكن أن يكتب القرآن الكريم بلغة أخرى غير العربية؟ هذا يدفعنا للتعرف على مباحث مهمة في هذا الموضوع سنتناولها إن شاء الله الآن. ترجمة معاني القرآن الكريم، ما المراد بالترجمة؟ المراد بالترجمة، جاءت كلمة ترجمة في العربية لتدل على معان أربعة. ما هي المعاني؟ أولا تبليغ الكلام لمن لم يسمعه، أيضا تفسير الكلام
بلغته نفسها أو بنفس اللغة، ويسمى ابن عباس، أو ابن عباس ماذا يسمى؟ يسمى بترجمان القرآن. أيضا يطلق الترجمة على تفسير الكلام بغير لغته، وقال الجوهري وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر. أيضا معنى رابع يطلق عليه، وهو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. لكن ما المراد معنا اليوم؟ هو لا شك أنه المعنى الثالث والرابع، وهو تفسير الكلام بغير لغته، تفسيره ونقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. ما هي أقسام الترجمة؟ الترجمة تنقسم إلى قسمين، ترجمة حرفية وترجمة تفسيرية. والترجمة الحرفية المراد بها نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم. النوع الثاني ترجمة تفسيرية، ما المراد بها؟ التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. ما حكم الترجمة؟ لا شك أن الترجمة لها حكمين. الحكم الأول تحريم الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية محرمة، أما الترجمة التفسيرية فهي جائزة. الترجمة الحرفية يعني تستحيل هذه الترجمة. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا أنه لو ترجمت الآيات ترجمة حرفية فمعناها هو الإتيان بمثل هذا القرآن بلغة أخرى، وهذا يعني ما نفاه الله عز وجل في كتابه، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا سبب. السبب الثاني أن ذلك يؤدي إلى ألا يحفظ القرآن من التحريف والتبديل، بل يعتريه ما يعتري التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل. أما الترجمة التفسيرية فهي جائزة، ولكن بشروط أيضا. أولا أن يكتب النص القرآني بالعربية برسم المصحف ومضبوطا بالشكل في أعلى كل صفحة، ويتلوه باللغة المترجم إليها كلمة التفسير هكذا، ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير. أي النوع. الشرط الثاني لا بد من النص في المقدمة على أن هذا النص ليس هو نص القرآن الكريم، تنص على ذلك الترجمة، يكون النص في المقدمة على أن هذا النص ليس هو نص القرآن الكريم. أيضا شرط ثالث دعوة المترجمين إلى التوثق من صحة المعاني التي يريدونها ومطابقتها لقواعد الشريعة وإجازتها من العلماء الثقات، وأيضا التوثق من سلامتها من الأخطاء العقدية أو حتى احتمال ذلك. الرابع الشرط الرابع أن الترجمة للمعاني العامة للقرآن لا المعاني الخاصة، فهي المعاني العامة لا الخاصة، لأن المعاني الخاصة دقيقة وهي مشتملة على أنواع من الإعجاز لا يمكن ترجمتها. إثراء أمامك ابن الطالب جهود مجمع الملك فهد لطباعة مصحف الشريف بالمدينة المنورة في مجال الترجمة. مهارات حياتية: تعلم أكثر من لغة يسهم في بناء المرونة الذهنية لما تتضمنه كل لغة من أنماط تفكير مختلفة ولما تتيحه من فرص للاطلاع على علوم ومنتجات وأفكار الآخرين. وترجمة معاني القرآن تفتح آفاقا جديدة لغير الناطقين باللغة العربية وتوسع مداركهم وتصوراتهم. نلقاكم في مراجعة أخرى أبنائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.